ما قلتليش يعني يا صافية عملتي ايه في فيلتك الجديدة؟ خلصتها وحبدأ أفرش ويمكن أنقل فيها قريب قوي، بس على فكرة أنا مش عيلة لحد خالص. حبيبتي ربنا يهنيك يا رب وتسعدي فيها إن شاء الله. ربنا يخليك حبيبتي. طمنيني عليك، أخبارك إيه؟ أنا الحمد لله كويس عايش. هعمل إيه يعني؟ يا أختي يا أختي سيبيكي منه بقى وبصي لمستقبلك، بطلي هبل. مش قادرة يا صافي غصب عني، ما أنت عارفة شحتة بالنسبة لي كل حاجة. ده أول راجل عرفته وأول راجل حبيته وأول راجل اتجوزته. عشان خايبة ونايبة، اللي يسمعك كده يقول إنه كان يستاهل. الله يرحمه بقى ما يجوزش عليه للرحمة. بقول لك إيه، انتبهي لنفسك وفوقي لمستقبلك، أنت لسه صغيرة والدنيا قدامك. انسي بقى الموضوع ده، أنا تقدري تقولي كده قفلت قلبي بضبة ومفتاح. كرهت الرجالة اللي في العالم ومش هبص في وش حد منهم. بقول لك إيه، انا يا دوب امشي يا اختي، انا اتاخرت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا اختي ده، انت لحقتي تقعدي؟ انت رايحه في ايه ولا جايه في ايه؟ ما انت عارفه المشوار طويل وامي قاعده لوحدها. طيب سلمي لي عليها، بس بقول لك ايه، ما تبقيش تختصي الغصه دي، انا بقول لك اهو. حاضر يا ست، حابه اسال عليك. يلا بقى سلام. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. ان شاء الله، باي. مع السلامه. سفولة حبيبتي. يوسف انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عايزه حد يشوفك وانت بتتكلم معايا. لا 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 طمني، مفيش حد في الفيلا ده، حتى الست روحيه راحت لحنان. احسن حد فيهم يجي فجاه. يا ستي لو حد جه فجاه هنسمع موتور عربيته. اسكتي يا صفا، لسه جاي من عند الولا يوسف. ايه ده، ده شبه تيبيكال. شفت، ربنا يستر بس ان حدش ياخد باله انه شبهك. لا ده لو طلع زي القمر، طلع لخاله. بس نفسي كده في مره اخده في حضني وابوسه. مش عارف هنعمل ايه، بس ظروفنا الصعبه اللي احنا عايشين فيها، اخت واخ عايشين في بيت واحد ومش عارفين يشوفوا بعض ولا يتكلموا مع بعض. معلش يا حبيبتي معلش. هانت، اما انا جايب لك الليله دي حته خبر، انما ايه نوفي خير؟ قول لي. ولا بلاش احسن تزعلي. هزعل من ايه يوسف؟ ما تتكلم بقى، اصله يخص حد عزيز عليكي. ايه فؤاد؟ ايوه يا ستي سبتاه ده. ايه هتجوز ولا ايه؟ لا 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 الموضوع غير كده خالص، ودي مين دي اللي هتبص له اصلا؟ طب امال ليه بس؟ ما تقولي. انت فاكره الحشيش اللي اتسرق من مخزن المعلم عدوي؟ ايه ما تقوليش ان هو اللي سرقه وباعه للمعلم هابو. مين هابو ده يا اخويا؟ ان شاء الله. مين هابو ده؟ ده اكبر تاجر مخدرات فيك يا بلد. معقوله فؤاد يعمل كده؟ عشان تعرفي انه عيل صايع ونظرتي كانت في محلها. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك المعلم هابو هو اللي قال لي بعضمه لسانه وقال لك ايداهم كمان. كيدهم عرفت؟ دي قليلين محشة رقبته، ولا شوف بقى هترقد له في مصيبة. لا طمنا يا حبيبتي، دي بتقول لك عيل بالدماغ دي لازم نكسبه وما نفرطش فيه أبدا. أنا مش فاهم، الولادة اتهفت في نافوخها ولا إيه؟